كان قطاع غزة يمتلك أكثر من معبر، فتعز لم تترك الميليشيات لأهلها إلا معبرا واحدا مغلقا أمام المارة من النساء والرجال وأصحاب الحاجات، والكثير قتلوا أو جرحوا على هذا المعبر. زيلوا الحصار عنا، أفرقوا عن أسرانا، أفرقوا عن معتقلينا، اسمعونا، ولد الشيخ زارنا ولما تتخطى قدماه تعز، ينظر الحالة المأساوية التي تعيشها تعز، لا أدري لماذا. يا عالم من حقي أن أتعلم، يا عالم من حقي أن أذهب إلى المدرسة وأنعم بأحلام الطفولة، يا عالم من حقي أن أحلم بحاضر سعيد ومستقبل مزهر. لماذا تعبثون بطفولتنا؟ لماذا تروعوننا وتقلقون حياتنا وتقلقون حياتنا؟ تعز شقيقة مضايا، الحصار يقتلها. تحت هذا العنوان نظمت رابطة إعلاميات تعز وقفة احتجاجية رفضا للحصار والتجويع، داعين الأمم المتحدة ووسيطها زيارة تعز للاطلاع على معاناة السكان. أين العالم مما يحدث في تعز؟ لم يكن لهذه المدينة من جريرة أن تعاقب كل هذا العقاب وتحاصر كل هذا الحصار إلا لأنها نشدت السلام وسعت في مواكب التحضر ونشر الفكر الذي يبني ولا يهدم، يعمر ولا يدمر، لأنها رفضت سياسة تكميم الأفواه وأطلقت شرارة ثورة 11 فبراير، تعاقب لأنها قلب اليمن النابض وشوكة الميزان، تعاقب لأنها قالت شكرا سلمان. إنما يحدث اليوم في تعز يضع العالم أمام مسؤوليات أخلاقية وإنسانية يجب الالتزام بها. حزني لحزنك يا تعز، حزن الدهور، حزن بلا زمن، حزن يسافر في العصور، حزن يسائل الدنيا لما تؤذين زهرتك تعز ولما تحطمها العصي وتزيد بالكسر الكسور. تعز العنيقة والرقيقة والفراشة، سلطانة الأزمان يا نهر البشاشة. نداء إلى العالم أن انقذوا مدينة تعز قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه المدينة السورية مضايا، فهل سيسمع صوت الحريصين على الدماء والأرواح؟ محمد يوسف لقناة سهيل تعز.